شددت منظمة الصحة العالمية على الانخفاض السريع والخطير للحالة التغذوية لسكان قطاع غزة خلال 3 أشهر في مستوى غير مسبوق عالميا. وقال دكتور ريك بيركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مؤتمر صحفي إن 15 طفلا توفوا في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع بسبب سوء التغذية والجفاف حتى 3 من الشهر الجاري بحسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية، مشيرا إلى وجود مخاوف بشأن حياة 6 أطفال آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد. ينضم إلينا من نابلس سيد سليمان بشارات الكاتب والباحث السياسي، تحية لك سيد سليمان. تحية لك وللسادة المتابعين والمشاهدين أهلا الكرام. بك. بالتأكيد مخاوف تتكرس يعني لأوضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتحديدا يعني الحالات ذات الخصوصية، خاصة الأطفال، النساء المرضعات، الحوامل، كبار السن. يعني كيف يعني يبدو ذلك يعني عن قرب بالنظر إلى يعني ما تؤكده الجهات المعنية وأرقام الأطفال المعرضين لخطر جسيم على هذه الخلفية؟ نعم، يعني التحذيرات التي أطلقتها المؤسسات الدولية والمؤسسات الحقوقية والمعنية بالواقع الإنساني في قطاع غزة هي تحذيرات جدية بل بالغة الخطورة، وهذا الأمر إن قسناه على المدى الزمني فنحن الآن أنهينا الشهر الخامس على التوالي لهذه الحرب ودخلنا على الى الشهر السادس، وهذا يعتبر من الناحيه الانسانيه صعب في ظل اغلاق تام للمعابر الاسرائيليه وفي ظل تجديد الحصار الاسرائيلي على قطاع غزه ومنع ادخال المساعدات الانسانيه والطبيه الى قطاع غزه، اضافه الى ذلك الى ان هناك عمليه تدمير ممنهجه لجميع القطاعات بما فيها القطاعات الاقتصاديه والقطاعات الحياتيه والبنيه التحتيه والمخابز وغير ذلك من مناحي الحياة التي يمكن أن تكون جزءا أساسيا في تعزيز الوجود الإنساني. وهذا الأمر ربما أيضا يقودنا إلى قضية مهمة، أن قطاع غزة منذ 17 عاما هو يخضع لحصار إسرائيلي متواصل، وأن الكميات التي كانت تدخل إلى قطاع غزة على مدار السنوات الماضية أيضا هي كانت كميات محدودة، وبالتالي بطبيعة الحال هناك شح بتوفر المواد الغذائية والمواد الأساسية المتعلقة أو التي يمكن أن تكون جزءا أصيلا من الحياة اليومية. هذا الأمر ربما الآن هو يتفاقم بشكل كبير جدا، وربما هذا دفع المؤسسات الدولية إلى إطلاق هذه النداءات وهذه التحذيرات، وبالتالي أنا باعتقادي يعني بتنا نقترب شيئا فشيئا على حافة مأساة إنسانية في العصر الحديث. هذه قد تكون المأساة الأكبر على مستوى العالم إن لم يكن هناك تحرك دولي جاد وسريع في إطار التخفيف من المعاناة الإنسانية من خلال إدخال المساعدات وإدخال المواد الغذائية بشكل عاجل إلى كافة أماكن قطاع غزة، وعدم اقتصار الأمر على قطاعات معينة أو فئات معينة داخل القطاع. الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للعمليات الإغاثية والذي بالتأكيد يشكل إعاقة أيضا أمام وصول المساعدات بالشكل المناسب كما وكيفا إلى مستحقيها من أهالي قطاع غزة، يعني كيف تقرؤون ذلك يعني، وما الذي يمكن أن تشكله الهدنة أو وقف إطلاق النار في حال تفعيله لإفساح مجال أرحب ولو جزئيا لتحسين هذه الأوضاع التغذوية تحديدا؟ نعم. سيد سليمان هل تبقى معي؟ نعم. تفضل. نعم أسمعك الآن. نعم، الاحتلال الإسرائيلي هو يستخدم سياسة التجويع والعقاب كسياسة ضمن العقاب الجماعي بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وهذا هو ضمن المنهجية والاستراتيجية التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 48 وحتى الآن، ويستخدمها باتجاه كافة القطاعات الفلسطينية، وربما كثف من استخدامها في اتجاه قطاع غزة، وذلك في محاولة لتعزيز أو محاولة تحقيق الأهداف التي انطلقت منها هذه الحرب وهذا العدوان على قطاع غزة، سواء فيما يتعلق في محاولة الضغط على السكان الفلسطينيين وإجبارهم على الهجرة والخروج خارج قطاع غزة،
أو في محاولة معاقبة المواطنين الفلسطينيين على حالة الصمود التي تواجه الآلة العسكرية الإسرائيلية. وبالتالي أنا باعتقادي يبدو أن الجيش الإسرائيلي الآن هو يحاول أن يكثف هذا الأمر بشكل كبير جدا، ويستخدمه ضمن إطارين اثنين، الإطار الأول كما تحدثنا وهو سياسة العقاب الجماعي، والإطار الثاني وهو يعتبر أن سياسة التجويع كورقة ضغط على طاولة المفاوضات فيما يتم الحديث عنه في إمكانية التوصل إلى تهدئة ومحاولة خفض سقف المطالب التي تتقدم بها المقاومة الفلسطينية. وبالتالي يحاول الاحتلال الإسرائيلي الابتزاز السياسي من خلال يعني ورقة التجويع والورقة الإنسانية في قطاع غزة. وهذا الأمر باعتقادي يجب أن يقابل بدور دولي بشكل كامل، أن لا يكون هناك استخدام أو حالة تفرد من قبل الاحتلال الإسرائيلي للورقة الإنسانية للابتزاز السياسي. وهذا ربما ما بات يظهر من خلال المواقف الإقليمية والدولية التي تطالب بضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل وفتح ممرات إنسانية، سواء إما بشكل بعمليات الإنزال الجوي أو عمليات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر البرية، أو الذهاب إلى ربما فتح ممر بحري لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وهذا الأمر ربما قد يتوج إن كان هناك اختراق أو حدوث اختراق حقيقي فيما يتعلق في مباحثات التهدئة، والتي نأمل أن تتوج ما قبل شهر رمضان حتى يكون هناك إمكانية لتعزيز المساعدات الإنسانية ومنح المواطنين الفلسطينيين أملا أكثر في الحياة خلال المرحلة المقبلة. سياسة التجويع التي أشرتم إليها سيد سليمان، والتي بالتأكيد يعني هناك دلالة أيضا لتزامنها مع ما أشرنا إليه من الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للقائمين على المساعدات أو على الإغاثة، ودلالة كبيرة يعني مجزرة الرشيد لأنها استهدفت في الأساس يعني فلسطينيين يسعون للحصول على إمداداتهم الغذائية. كيف يتسق ذلك أيضا مع إصرار الإسرائيلي على أن تظل في الأجندة الإسرائيلية خطة التهجير القسري وشرط أساسي لها أن يكون قطاع غزة غير قابل للحياة؟ كيف يطابق ذلك المواصفات الإسرائيلية في حال استمر دون رابط أو دون إنهاء لهذه المأساة الإنسانية الحادثة في القطاع؟ يعني واضح جدا أن العقلية الإسرائيلية الآن المتحكمة في صناعة القرار الإسرائيلي هي العقلية اليمينية المتطرفة، وهذه العقلية اليمينية المتطرفة تقوم بالأساس على بعد نفي وجود الآخر، بمعنى أنهم لا يرغبون بوجود أي فلسطيني على الأرض الفلسطينية بغض النظر حتى عن طبيعته وشكله وانتمائه. وبالتالي الاستهداف هنا للكل الفلسطيني بشكل أساس. هذا من جانب. الجانب الآخر واضح جدا أن السلوك الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية وبالتحديد في أعقاب مجزرة الرشيد وما تبعها في قصف العديد من القوافل الغذائية وقوافل المساعدات الإنسانية، واضح جدا أن هذا تطوير للسياسة الإسرائيلية في موضوع العقاب الإنساني واستخدام ورقة التجويع كورقة ضغط أساسية في أعقاب أن الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة فشل في إمكانية استعادة الأسرى الإسرائيلية من قطاع غزة، فشل في تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، وفشل في إمكانية تحقيق الأهداف التي يسعى إليها. وبالتالي وكأنه يرغب بتحقيق هذه الأهداف من خلال استخدام ورقة المجاعة واستخدام الابتزاز الإنساني كورقة ضاغطة على المقاومة الفلسطينية. هناك تعويلات على هدنات إنسانية طويلة المدى في قطاع غزة، يعني بالنظر إلى مفاوضات القاهرة لوقف إطلاق النار يعني وما يمكن أن تسفر عنه، يعني هل يعني إلى أي مدى تعولون على ذلك؟ وهل نحن بالفعل قاب قوسين أو أدنى من إتمام هذه الصفقة؟ وكيف تلقي بظلال إيجابية على مشهد أخف وطأة في قطاع غزة على الأقل خلال الشهر الفضيل؟ يبدو أن الاتصال انقطع، ونكتفي بالتأكيد يعني بهذا القدر مدفوعين بهذا الخطأ الفني بهذه المشكلة الفنية. ونشكر السيد سليمان بشارة الكاتب والباحث السياسي من نابلس.